اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، ضابط عزام معكم قناه الشرطه الامن. في هذا الفيديو معنا احتفالات العيد من مسجد مسكيت في محافظه دالس، والفكره منها توزيع هدايا على الاطفال على اساس يحسوا بفرحه العيد بالرغم من كل الظروف الصعبه اللي بنعيشها. فمعنا عملنا دعوه مفتوحه لجميع افراد الجاليه، وقمنا ايضا بتوزيع ستيكرز زي اللاصقات للاطفال على اساس يفرحوا فيها. فبنيجي على الطفل نساله يعني شو اسمه، بنكتب اسمه هنا على اسفله وبوضعها على 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 صدره، يعني بيفرح فيها، فبشجعه انه يدخل بالشرطه لما يكبر. من مسلمين وغير مسلمين اهلا وسهلا، يعني الجميع بيجي و يعني بياخذ نصيبه من الهدايا للاطفال يفرحهم فيها، وان شاء الله يا ربي يكون يعني يوم سعيد للجميع. بس حبيت اشارك هذه الفقره معكم، واهلا وسهلا فيكم. اللي عندكم حد من دالس ولا من مسكيت ولا منطقه بلينو ولا كذا، اهلا وسهلا، يعني ممكن يجي على هنا على المسجد وبتناول. واحنا هنا يعني بننظم السير انا وكمان زميل ليا، مثل ما احنا شايفين على الطرف الثاني من موقف السيارات، بنقوم بترتيب الوضع على اساس يعني انه نحافظ على السير وعلى السلامه. يعطيكم العافيه، وشوفكم مع فيديو جديد. كل عام وانتم بخير، وبالعلى الصحه متناول الاطفال.